بنشكر شعادة إسماعيلية رئيسة نادي أدب ثقافة إسماعيلية الشعيرة الجميلة الأستاذة شادية الملاح، تحية لكم. والمفروض طبعا الأستاذة شادية تيجي تقول لنا حاجة إن شاء الله، قدمت هي واحدة تقولي حاجة. شكرا يا آدم، سألتنا الحب من يومك، وحوى على الجبل صبرة تشم المسك في هدومك، يا أجمل قصة غرام عاشق مباشر. خليك نعوم على عمر. شكرا أستاذ سامي، مساء الخير عليكم وأهلا وسهلا بكم في محافظة إسماعيلية. إن شاء الله بدعوكم لمؤتمر اليوم الواحد لفرع ثقافة إسماعيلية يوم الخميس 30 سبتمبر بإذن الله من الساعة 11 صباحا. المؤتمر فقراته ممتدة طول اليوم بإذن الله. أهلا وسهلا بحضراتكم. الله يطبق المحشي من الشرق. الله يطبق المحشي من الشرق. بشرط النساء. مشاعرك نسمة بتحرك ركود قلبك، وطير سابح في ملكوتي وبيغرد ملامح صورتك المضوية في سكوتك، شعور بالبرد في ملامحك بيسحب من دفى قلبي يوقفني على صراطك. فأهمايل لا طيلة نار ولا جنة ولا الحنة اللي معجونة ببكا روحي بتتلون. صحيح قالوا السعادة يجوز بتتجسد، فبتكون شخص وذاك الشخص بجموده بيعزف سيمفونية حزن، أنين الناي ونزف الروح نغم واصل ما بين العزف بكمانجا وقلب الصبر. فكيف الموتى تترجم بقى مشاعر تنس الشوق على جروحنا في حنايا القلب، وحال البوح بتترجم شعور بالصمت ولذة كل ما تألم بتطرح صف برغم الحب في وريدي طلب حق اللجوء للبعد. شكرا لك. شكرا شعيرتنا الجميله.